تمام، فاتفقنا مع بعض ان السوليد والليكويد والجاز، ان السوليد هاف ديفينيت شيب اند اند فوليوم، الليكويد عنده ديفينيت فوليوم لكن ما عندوش انديفينيت شيب، ما عندوش شكل مميز، انما الجاز هاف انديفينيت شيبس اند فوليوم، ما عندوش لا شكل ولا حجم ثابتين، بدليل ان انا نفخت بالونه وبياخد شكل البالونه او بياخد شكل الكونتينر وبياخد حجم الكونتينر كمان، يعني ممكن اقلل وازود فيه، ممكن اضغطه وممكن ايه بريس اضغطه وممكن اسيبه الأنبوبة كده يتمدد. نعم، الأنبوبة انبوبه ايه؟ أنبوبة اه اه تمام. طيب تعالوا بقى نقارن ما بين البروبرتيز بقى بتاعت الميليكيولز. هنلاقي ان الانتر ميليكيولار سبيس في السوليد هلاقيها نارو او تايني، صغيره جدا. السبيس المسافات بين الميليكيولز هلاقيها صغيره جدا، يعني قريبين لبعض. طيب في الليكويد هنلاقي الانتر ميليكيولار انتر ميديت او ريليتيف لارج، متوسطة متوسطة متوسطه او ريليتيف لارج يعني كبيره نسبيا. خلاص. طيب في الجازز بقى هنلاقيها ايه؟ فيري لارج، كبيره جدا. لارج دي السبيس. تعالوا بقى الاتراكشن فورس، هنا هتبقى سترونج، فيري سترونج في السوليد، في المواد الصلبه هنلاقي الاتراكشن فورس، قوه التجاذب قويه جدا. في الليكويد هنلاقيها انتر موليكيولار فورس هنلاقيها ويك، ضعيفه. هنلاقيها في الجاز very weak، يعني ضعيفة جدا. طيب الموشن بقى، الحركة هنا vibration. الموليكيولز are relative fixed in their position، ثابتين في مكانهم، فهنلاقيهم ان هم هنا الموليكيولز continuous motion، فهنا اتفقنا ان هم vibration بيتهزوا، هنا هتبقى عندهم continuous motion، وهنا برضو هنا take shape of الكونتينر، بتاخد شكل الكونتينر بتاعتها، in which they are both. هنا الموليكيول are completely free، الموليكيولز حرة جدا بتطير، يعني ايه، منتشرة في كل حتة وبتجري بسرعة وبتاخد شكل برضو الكونتينر. تمام يا جماعة، ده كده الكومبير ما بين Very السوليد good. والليكويد والجاز. وين يا جماعة؟ ماشي ثواني بس عشان ما بحرك الشاشة. طيب هنا بقى لو عملنا كومبريجن بين سوليد ليكويد جازيوس، هنلاقي ان الموشن اوف مليكيول، اتفقنا ان هي ليميتد، الحركة بتاعة المليكيولز هلاقيها ليميتد، محدودة، يعني ثواني الناس اللي بتتكلم. ايه يا معاذ، كنت فين يا معاذ؟ معلش يا ميس، كان في دوشة جنبي. ماشي ولا يهمك. لا انت بادئ معانا من الحصة، من اول بداية الحصة اللي فاتت، ولا لسه بادئ دلوقتي؟ لا من شوية، من نص، من ربع الحصة كده. خلاص انا مسجلاها عامة وهبعت لكم التسجيل. طيب تمام. طيب الموشن اوف مليكيولز، حركة المليكيولز اتفقنا في السوليد هتبقى فايبريشن، هتبقى ليميتد، محدوده باهتزاز، هيتهز بس وهو واقف مكانه. انما في الليكويد هيبقى فري او انترميتيدد، يعني متوسطه. انما في الجازيوس هتبقى كومبليتلي فري، هتبقى حريه جامده، هتمشي بحريه جامده. الانتر موليكيولار سبيس هلاقيها فيري سمول، نارو يعني ضيقه جدا. هلاقيها ريليتيف لارج، كبيره نسبيا، او انترميتيدد يعني متوسطه المسافات بين الموليكيولز. هلاقيها في الجازيوس very large، كبيرة جدا. الانتر موليكيولار فورس هلاقي القوة الاتراكشن فورس هلاقيها very strong في السوليد، relative weak ضعيفة نسبيا، very weak ضعيفة جدا في الجازوس، شبه not exist يعني مش موجودة أصلا، مفيش قوة تجاذب أصلا في الجازوس لأنهم بعيد عن بعض جدا. بس انا ها؟ أه؟
ايه قصده بالاتراكشن فورسز؟ اللي هي قوة التجاذب. الموليكيولز دول بيشدوا بعض، بينجذبوا لبعض. يعني زي ايه؟ زي انا وواحد ماسكين ايدينا في ايدين بعض، فانا بشده جامد ناحيتي، تمام؟ في الصوليد هم لازقين في بعض. ليه؟ لان هم منجذبين زي مغناطيس كده، قربتوا الحديد، مش بينجذبوا في بعض كده، بيلزقوا في بعض. هو ده الاتراكشن فورس، اللي هو قوة التجاذب، ان هم بيجذبوا بعض وبيلزقوا في بعض، تمام؟ هتبقى موجودة في السوليد هيبقوا لازقين في بعض، انما في الليكويد هيبقوا بعاد عن بعض شويه، فعشان كده قوه التجاذب هتبقى ضعيفه شويه، انما في الجازوس هتبقى ضعيفه جدا، تكاد تكون غير موجوده اصلا، لانهم مش واقفين جنب بعض وبعيد عن بعض جدا. طيب لو بصينا على الفاليوم بتاعتهم هنلاقيهم ديفينيت ثابت في السوليد، ديفينيت ثابت في الليكويد. يعني لو جبت 100 لتر وحطيته في اي حاجه هلاقيه برضو 100 لتر، انما الجازيوس ملهوش فوليوم ثابت، ممكن اضغطه احطه في حب في مكان صغير وممكن افرده عادي. فهنا انديفينيت الشيب، في الشكل في السوليد ديفينيت، في الليكويد طبعا انديفينيت بياخد شكل الكونتينر، في الجازيوس برضو انديفينيت بياخد شكل الكونتينر، تمام؟ وهنا اكزامبل للسوليد والليكويد والجاز، طبعا دي معروفه مش محتاجين ان احنا ايه نعرف. نيجي بقى هناخد بقى الدرس ده الحصة الجاية، نكتفي بالجزء دوت، تذاكروه كويس، هديكوا عليه شوية أسئلة برضو تحلوها. The relation between the temperature of matter and its physical state. هنشوف بقى الفرق ما بين درجة الحرارة والفيزيكال ستيتس، اللي هي حالات المادة، اللي هي السوليد والليكويد والجيز، اللي هو بقى الميلتنج بروسيس والايفابوريشن بروسيس وهكذا، تمام؟ دي كنا اخدناها في جونيور 4، بس كفاية علينا الجزء اللي احنا اخدناه النهاردة. تعريف الموليكيولز، البروبرتيز بتاعة الموليكيولز اللي هو كونتينيوس موشن، في سبيس بينهم انتر موليكيولار سبيس، وفي اتراكشن فورس قوة تجاذب امونج الموليكيول بين الجزيئات، وخدنا الفرق ما بين السوليد والليكويد والجيز. في جزئية كده مش مفهومة يا جماعة يا شباب، لا لا تمام يعني كده؟ سهل. تمام، يبقى الحصة الجاية هنكمل بقية، شكرا. تمام، بقية الحصة الجاية إن شاء الله هنكمل بقية الدرس، وهديكوا هوم ورك عشان تحلوه النهاردة، ونتقابل الحصة الجاية إن شاء الله ميعادنا جزاك التلاتة الله خير يا ميس. 9. شكرا، ألف شكر. الساعة كام يا ميس؟ طيب ايه الحصة الجاية، الحصة الحصة الجاية الجاية الساعة يوم كام؟ الثلاث الساعة 9 ميعادنا. تمام ماشي. ماشي، كل يلا. مرة بنبقى الساعة، كل مرة بنبقى الثلاثة الساعة 9 ان شاء الله إن شاء الله. تصبح على خير. وانت الأهل يا ميس، هبعت لكم الأهل يا ميس. التسجيل، وهبعت لكم تسجيلات، بمجرد ما هتخش عليها هتلاقوا نفسكم في القناة، فهتتابعوا فيها التسجيلات اللي فاتت.